واسم الحكم نتاع المرأة، حكم الشرع المرأة اللي تمنع زوجها من مباشرة مدة تفوق 6 سنوات. هؤلاء ما تهدرك واش من هذا السؤال هذا؟ هذه واش هذه امرأة بعدها؟ قال لك ما حكم المرأة، حكم الشرع اللي المرأة تمنع الزوج ديالها من مباشرتها 6 سنوات، هذه اللي هي امرأة هذه. لك مزوج بمرأة نتاع واش تفيش هذا؟ 6 سنوات تمنع؟ كاين شي امرأة اللي تمنع الزوج تاعها أن يباشرها 6 سنوات؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها فتأبت ما بغاتش لعنتها الملائكة حتى تصبح ولن يرفع الله لها صلاة لا فرضا ولا نفلا. إذا دعا الرجل زوجته للفراش وجب عليها أن تستجيب ولو كانت على ظهر قتب ولو كانت في التنور. التنور يعني تكون تخبز الخبزة، خايفة الخبزة تنحرق، اللهم تنحرق الخبزة وين نحرقه. لأن الإسلام كان عارف اسمه راه يقول الإسلام بغي يحصن هذا الناس. وفتالي تقول لك المرأة الرجل ديالي راه تفلس، كي داير تفلس؟ سي تفلس 6 سنين تزوجها كي داير؟ السؤال هذا أنا كاع ما فهمتلوش كاع، واش 6 سنين؟ 6 سنين وشحال؟ العام وشحال فيه من النهار؟ 365 ضربها في 6 وشحال؟ راك ميت. شو تدير؟ هذه مرة هذه؟ ولا كاين بعض الضوابط. إلى الرجل قال للزوجة ديالو يعني هلمي إلى الفراش وكانت مريضة ولا، فهذه حالات، هذه حالات يعني تعذر فيها المرأة. صح إلا كان ودي غير هكذا. هذيك الوقيتة ما بقى زواج. سيدي ربي أعطانا 4 شهور. للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. 4 شهور إلى ما بشرتش الزوجة ديالك راك ضيعت حقها. ذيك الوقيتة شوف واش تدير، إما تولي وإما الله يسجد كل واحد ويتفرقا يغني الله كل من سعته. هذا راه ماشي زواج، هذا